يا مرحبا كمان مرة تانية عن جديد. كيف تعرف عطرك اللي بيناسبك؟ وكيف تختار العطر لحتى تروح تشتريه أو يعني تقرر تشتريه أو تقرر أنه تقتنيه أو حتى العطر تقول أنه ما ناسبني أو ما بديه؟ طبعا أغلب الناس للوهلة الأولى بتروح على محل العطر وبتشم العطر، وللأسف بتشتري العطر وبس تروح للبيت تتفاجأ بأنه هالريحة مو عاجبتها أو ما بتشبهها، أو حتى يعني نوعا ما فيها نوتات ما مناسبة لأذواقهم أو الريحة ما حبة. بأول تست للعطر بنشم افتتاحية العطر، وغالبا ما تكون افتتاحية العطر حمضية أو سويتية أو عشبية إلى آخره، ولكن هاي النوتة الافتتاحية بالغالب لا تدوم أكثر من نصف ساعة أو ربع ساعة ثلث ساعة، يعني إذا كانت حد الأقصى. ولكن العطر وقت بدنا نرجع نحبه ونميزه ونقول إنه هذا العطر بدنا إياه أو ما بدنا إياه، فبيبلش هو وقت يعمل دروب داون لنوتات الوسط ومن ثم القاعدة. ولكن نوتات الوسط هي اللي أكثر عاطفيا نحن بنتفاعل معه، وبعدين بس يصير العطر يعمل دروب داون ويضيع مننا، يعني نشمه بس وقت نقرب على الجلد او وقت نقرب على مصدر الرائحة، هون بيكون النوتات السفلى او القاعدية. هيك بدون ما نطول كتير، ارجو انه كل حدا منكم بده يشم العطر يجربه على جلده بالبداية، مو الزيت ولكن العطر الأودو تواليت أو الأودو برفيوم أو حتى الكولونيا، وانطروا عليها أقل شيء لفترة ساعتين لتقرروا أنه هذا العطر حبيتوه أو لا، أو بس تروحوا على البيت وترجعوا تشتروه يوم تاني. هيك كان الفيديو معنا لليوم، حبت لقلكم أنا بالسوق عم بشرب قهوة وهذه بمزاج، ويعني بمحبة حبيت أعملكم هذا الفيديو. كونوا بخير، بأمان الله.